خليني اشوف راي معالي الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس على هذا المشروع. سعاده الفريق مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. يعني القانون ربما اللي اتعرض وتمت الموافقه على مجموع مواده النهارده كان في جدل وفي يعني تساؤلات وفي مناقشات، صندوق خاص والدوله تتجه الى الغاء الصناديق الخاصه، لكن لهيئه قناه السويس وضع خاص شرحته حضرتك، وبهذا الشرح نال القانون الموافقه. يعني اطلعنا على فلسفه هذا الصندوق، ويمكن الهيئه تستفيد منه ايه، وهل هو صندوق سيادي اخر ام ماذا؟ طيب انا هقول لحضرتك، هو الاهداف من الصندوق طبعا هي اولا زياده قدره الهيئه على المساهمه في التنميه الاقتصاديه المستدامه ولمرفق الهيئه وتطويره. الحاجه الثانيه المساعده على تمكين هيئه قناه السويس في مجابهه الازمات الطارئه، والقدره على تمكين هيئه قناه السويس بالقيام بجميع الانشطه الاقتصاديه والاستثماريه بما في ذلك مساهمه الصندوق بمفرده او بعرقيه في تاسيس الشركات. الحقيقه ان فلسفه القانون في بدايته كان الفضل يرجع فيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اول لقاء معاه بعد ما تعينت على طول. قال لي انتوا شايلين كام في هيئه قناه السويس على جنب كده للظروف والطوارئ؟ قلت له مفيش حاجه. قال لي ازاي هيئه كبيره زي كده المفروض يكون فيها موارد متخصصه ليها ما تبثش عشان تجابه بيها اي طوارئ. وبدانا من ساعتها ان احنا نعمل الموضوع ده لغايه لما بدانا ان يتعمل صندوق لهيئه قناه السويس. نتكلم على الجدل بقى اللي كان بيتكلموا فيه. حاجتين مهمين اتكلموا فيه واحب اوضحهم برضو. قالوا ان كده الصندوق ده هياخد من الفائض بتاع الدوله، وطبعا انا بقول لا طبعا. الموازنة بتاعت الدولة لما تنزل تتناقش كمان في مجلس النواب وتوافق عليها، بيكون في ميزانية مخصصة لفائض الدولة ما بيقدرش أمسه، وبالعكس ده بيزيد كل سنة نتيجة إن الزيادة في الأرباح العائد بتاع قناة السويس كل سنة، وبالتالي أنا ملتزم بالفائض والضرايب والإتاوة بتاعت الدولة ما بنمسهاش، وبعد كده المبلغ اللي بيفضل هو ده اللي بيصرف بيه على الهيئة على التشغيل وعلى الوقود وعلى المشروعات الاستثمارية وعلى وجزء منه نجنبه للصندوق، يعني احنا ما مسناش الدوله. الحاجه الثانيه كانوا بيتكلموا على ان الصندوق ده هيمكنه من بيع واستئجار اصول، هي المقصود بيها كانوا بيتكلموا عنها اصول الهيئه. طبعا احنا ما نقدرش ان مرفق قناه السويس محدش يقدر يمسه بانه يرهن اصول او يبيع او هات. ده بيتكلم على الصندوق العائد في الكلمه دي ان احنا نبيع اصول او استثمارات في الصندوق نفسه طول ما احنا شغالين، حاجات تتباع وتكسب، حاجات نعيد استثمارها، حاجه ده. فالكلمه دي المقصود بيها مش الهيئه خالص ولا المرفق. المرفق احنا ما نقدرش نقترب يعني منه. كلمه الاصول عائد على اصول الصندوق الذي ينشا ب 10 مليار، مالناش دعوه بقناه السويس خالص خالص خالص، مالناش دعوه بالمرفق، ده صندوق خاص. لكن ده هيمكن الهيئه انها تعمل مشروعات استثماريه، وانا بقول هنا ان المشروعات الاستثماريه دي اولا هتكون مشروعات استثماريه عملاقه زي بناء سفن ضخمه وعملاقه، زي ترسانات، زي احواض، زي الغاز والوقود الاخضر، زي كتير قوي. النقطه الثانيه بتاعه الازمات والطوارئ، طبعا احنا مرينا بازمات حضراتكم كنتوا معانا فيها زي ازمه كورونا، وفي دول كتير خسرت وقنوات كتير خسرت فيها، احنا الحمد لله يمكن جابناها باسلوب مختلف شويه ما خسرناش، لكن كانت ازمه موجوده لو كانت تاثرنا بيها كنا هنضطر نرجع للدوله عشان ناخد فلوس عشان المشروعات الاستثماريه والمرتبات. الازمه الثانيه ايفر جيفن لما قعد ست ايام قفل قناه السويس، يعني افضل الناس المتخصصين في الانقاذ العالمي والدولي قالوا بالتفاؤل بتاعهم مش اقل من 3 شهور ل6 شهور. صحيح. الحمد لله ربنا كرمنا طبعا، لكن نفرض ان فعلا كانت قاعده هيئه قناه السويس مقفوله 3 شهور ل6 شهور، طب كان هنصرف على الهيئه منين وندي مرتبات منين؟ كان لازم نرجع للحكومه. يبقى انا بقى اصبحت بدل ما كنت بدي الحكومه هبقى عبء على الحكومه. فده فلسفه الصندوق، قالوا نعمل استثمارات تزيد الدخل بدل ما يبقى الدخل بس للمرفق القناه بس والمجرى الملاحي، لا يبقى في دخل ثاني. المشروعات كلها هتبقى بدراسه جدوى من اعلى المكاتب الاستشاريه. والحاجه الثانيه اللي انا جابه بيها الطوارئ، واعتقد ان القرار النهارده اللي تم ده قرار تاريخي هيحسب بعد كده للهيئه ان شاء الله. يعني مع الفريق يعني اتصور واحلم كده انه ممكن هذا الصندوق يصبح صندوقا سياديا ثانيا يشارك او يساهم في استثمارات خارج مصر، في مواني، في ارصفه، في تملك سفن، في غيره. تمام، كلام سيادتك مظبوط. هنستهدف المشاريع العملاقه ذات الجدوى الاقتصاديه ونسبه النجاح العاليه ان احنا نستخدم الصندوق فيها. مع الفريق احنا كل مره بتكون معانا في مداخله بتدينا حاجه جديده عن قناه السويس، يعني بتدينا كده طاقه تفاؤل. والله بمناسبه طبعا السنه خلاص كل سنه وحضرتك طيب. يعني لا مش معقول.
لا لا ده هو مقصود ابراهيم دي ولا ايه؟ طب شوفوا لنا ساعات فريق تاني. اعتقد انه الفريق اسامه شرح تماما فلسفه الصندوق، اهميه الصندوق، الفكره جايه منين، الصندوق هيغطي ايه. يعني ده يا جماعه اللي انا يعني اقدر اختصره لنفسي والناس البسطاء اللي زيي، انه ده مشروع استثماري جديد. هيئه قناه السويس دخلت في مشروع استثماري جديد، عندهم شويه فلوس احتياطي للازمات، حطوهم في شركه جديده او صندوق جديد. هذا الصندوق زي صندوق مصر السيادي. يبقى هيئه قناه السويس بدل ما هي قاعده ممكن في اي ازمه اللي بتجيبه بتديه للدوله، وقاعده ما فيش. لو حصل ازمه ترجع لمين؟ اللي ترجع للدوله. طب ما تعمل صندوق تبدا تكبره، شغله، تحرك مع الفريق. ايوه حضرتك يا فندم. اتفضل يا فندم. كنت بقول ان السنه الميلاديه دي اللي هي من يناير لديسمبر حققنا فيها ارقام عاليه جدا وغير مسبوقه. يعني حققنا 23800 سفينه السنه دي بزياده 15% على السنه السابقه. حققنا 1.408 مليار طن حموله صافيه بزياده 10.5% على السنه السابقه. وحققنا الحمد لله 7.923 مليار بزياده 25 مليار دولار، يعني بزياده 25% على السنه السابقه. يعني نقول 8 مليار بزياده مليار ونص عن ده السنه. ده طفره طفره. اخبار برضو يعني برضو احب اقول اخبار كويسه يعني على السنه الجديده ان شاء الله. انا بشكرك جدا وكل سنه وحضرتك طيب. حبيبي بخير يا فندم. اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس متحدثا عن التعديل الذي سمح بانشاء صندوق. يعني انا حبيت فكره انه صندوق سيادي اخر بتملكه هذه الهيئه العملاقه، وزي ما قلت للفريق وقال لي مظبوط انه هيئه قناه السويس او صندوق السيادي لقناه السويس او الصندوق الاستثماري او الذراع الاستثماري لقناه السويس ربما دخل في مشروعات لانشاء او تدشين اسطول بحري مصري بنحلم به، او ان مصر تصبح تدير وتتملك جزء من ميناء في اوروبا او جزء من ميناء في امريكا زي ما بتعمل الشركات وصناديق السيادية الإماراتية والسعودية.